والله في الغريب العطشان وبقي حبيب ينتظر الدعوة. تدري كم سنة؟ 20 سنة، من سنة 40 هجرية شهادة أمير المؤمنين إلى 61 واقعة الطف، يعني 20 سنة قاعد بس ينتظر متى تأتيه دعوة أبي عبد الله الحسين. ومن الذي دعا تصور؟ الحسين هو أول من دعاه؟ لا لا، أول من دعاه تلك المرأة اللي كانت تجمع أنصار إلى ولدها، الزهراء سلام الله عليها. نايم في ليلة من الليالي على فراشه وبجانبه زوجته الأسدية، وإذا به توقظه. حبيب، نعم، لقد رأيت رؤيا، بس هالرؤيا مزعجة. وما رأيت؟ قالت رأيت في المنام كأني أمشي بجانب غدير ما صافي زلال، بينما أنا أنظر إلى صفائه وإذا به تغير إلى اللون الأخضر، لحظات وإذا به تغير إلى اللون الأحمر. شنو تأويل الرؤيا؟ قال لها لعلها أضغاث أحلام. نامي نامي، نامت لحظات وإذا بها توقظه مرة ثانية. حبيب، ترى الرؤيا تكررت مرة ثانية بس فيها إضافة جديدة. وما هي الإضافة؟ قالت يا حبيب، تدري ليش يتغير الماي؟ لا يا أسدية. قالت نظرت وإذا هناك من بعيد في نهاية غدير الماء مرأة جالسة وعدها قميص أحمر والثاني أخضر، تارة تضع الأحمر فيحمر الماء وتارة تضع الأخضر فيخضر الماء. قال نامي لعلها أضغاث أحلام. نامت المرأة الأسدية. عاد المرة الثالثة أوقظته وهي منزعجة، قالت يا حبيب، ترى وضحت الرؤية، خلاص عرفت حقيقة الرؤية، تفضلي ما الذي رأيتي؟ قالت يا حبيب، تدري من هذه المرأة؟ ترى هذه المرأة لما اقتربت منها وجدت عينها ملطومة وخدها عليه آثار أصابع ضربة ومحدودبة الظهر يبدو أن أضلاعها مكسرة وهي تعون وهي تبكي على أولادها. رفعت رأسها إلي، سلمت عليها، من أنت؟ قالت ما عرفتيني يا أسدية. قلت لا. قالت أني فاطمة ابنة رسول الله، لكن سلمي على حبيب وقولي له إن الزهراء تقلوك السلام وتقول لك لقد بان البياض في لحيتك فعليك بخضابها. اللحية تحتاج إلى خضاب. قال هذه وصية الزهراء؟ خلاص، يصير الصباح أروح أبحث عن خضاب تستاهل الزهرة، هذه أم حسين كلامها نافذ فيه. وصار الصباح وطلع إلى السوق من الصباح يريد ينفذ هذه الوصية من الزهرة، بس دخل إلى السوق وإذا السوق قائمة على قدم وساق، الكل يشتغل، أولئك الذين يشتغلون في السيوف يشحذون السيوف، وهنا رماح تسان، وهنا تصنع أرجل إلى الخيول، وهناك تصنع الدروع، والسوق قائمة على قدم وساق. من ضمن من رآه يمشي في السوق رأى ابن عمه مسلم ابن عوسجة، نادى عليه مسلم ما سمعه، سلم عليه لم يرد عليه السلام، راح إلى ضرب على كتفه، مسلم أسلم عليك؟ ما تريد أناديك ما تسمع؟ ما الخاطب؟ شنو صاير؟ ليش أنت هكذا مشتت الذهن؟ معقولة ما تسمع صوتي؟ مسلم يا ابن عمي خبرني ايش صاير، مسلم يا ابن عمي خبرني ايش صاير، اشوف لونك منخطف والقلب طاير، مذهول تمشي بالسكك مشيت الحاير، تخفي النشيج ومدمعك بالخد ستشاب. قال له تعال يا حبيبي، تريد تعرف ليش أنا بهالحالة التي لا توصف؟ تعال تعال ادخل انظر إلى السوق، تدري هذا ليش قاعدين يسوون؟ قال ماذا يصنعون؟ قال له للكوفة تراهم مستعدين، لما وعساكرهم قصدهم ذبحات حسين، وبكربلة مولاك لا ناصر ولمعين عاف الدنيا ومن كثر جور الدهر شاب.
التفت إليه حبيب قال ها الآن اتضحت الصورة، تبين الخضاب مو الخضاب العادي، تبين الزهراء قاعدة تجمع أنصار إلى ولدها الحسين. قال له حبيب الحزن والحسرات ما تفيد، توكل على الله وكربلا عنا ما هي بعيد، توكل على الله وكربلا عنا ما هي بعيد، عجل قبل لا ينذبح نسليل أماجي يا سعد من يحظى بنومة ذاك لتراب. في أمان الله رجع حبيب إلى الدار، صار وقت الغداء، جلس على الغداء وإذا بالأسدية تغص بلقمتها، وكان عند العرب عادة إذا غص أحد بلقمة يعني هناك ضيف سوف يحل. قالت إن صدق الظن فإنه سيأتيك كتاب كريم من رجل كريم. بس ما أتمت كلمتها إلا والباب يطرق، قام حبيب فتح الباب وإذا رجل ضيق اللثام، فتح إليه الباب دخل حل عن لثامه، أخرج من وسطه كتاب سلمه إياه، قال له يا حبيب ترى أنا رسول الحسين إليك، أنا مبعوث من أبي عبد الله الحسين، والحسين ترى مخيم هنا بالمقربة منكم في منطقة يقال لها كربلاء، تفضل جزاك الله خيرا. قال لا أنا مستعجل وطالع. طلع هذا الرجل أغلق حبيب الباب، نظر إلى الكتاب، تحير حبيب ماذا يصنع بالكتاب، ترى يضعه على رأسه، ترى يضعه على صدره، ترى يضعه على عينه، ترى يقبله، ترى يضمه إلى صدره. قرأ الكتاب وإذا الكتاب دعوة خاصة إلى حبيب، يدعوه فيها إلى نصرته، في هذا الكتاب إلى نصرته. لحظات وإذا الباب يطرق مرة ثانية، فتح الباب وإذا به رجل من الجواسيس من بني أسد. حبيب قال نعم. قال هل وصلتك الأخبار أن الحسين ترى قرب من الكوفة واحتمال يدخل الكوفة، وتعرف أنت موقف الأموي من البيت الهاشمي، أنت شنو رأيك وأنت شيخ عشيرة بني مذحج، ما هو رأيك في القضية؟ من باب التقية قال له الحسين أمير سلطان، وهذا الرجل سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. قال حسنا ما فعلت، في أمان الله، وطلع. أغلق حبيب الباب، تبين الأسدية واقفة خلف الباب، سمعت مقالة حبيب مع هذا الرجل الجاسوس، قالت لحبيب أبو عبد الله يدعوك لنصرته وانت تقول ما لنا والدخول بين السلاطين، شنو هذا الكلام يا حبيب؟ أراد أن يمتحن قلبها، قال نعم ما لنا والدخول بين السلاطين. قالت يا حبيب ناولني عمامتك، عطني العمامة، عطني العمامة، ماذا تريدي أن تصنعي؟ خلعت مقنعتها رمتها على الأرض، قالت خذي المقنعة وأنا ألبس العمامة واروح لنصرة الحسين، أذهب إلى نصرة أبي عبد الله. إذا ما تريد تطلع مع أبي عبد الله لنصرة الحسين، هاج هنا عزمه، بكى بكاء شديدا، قال لا لا أنا أنصر الحسين، لا عليك يا أسدية. ثم التفت إلى غلامه قال له اذهب بالفرس إلى المكان الفلاني هناك عند النخيلات، أنا راح أتيك بعد الليل، إذا صار الليل وهدأت الكوفة ألتحق بك، انتظرني هناك. طلع الغلام، صار المغرب، خرج حبيب من داره قاصدا إلى مكان الذي فيه غلامه، اقترب تعرف بين بساتين، وصل وإذا يسمع الغلام يخاطب الفرس يقول له يا فرس لئن تأخر مولاي حبيب عن المجيء إليك والله لأمتطين عليك وأذهب لنصرة الغريب. الله أكبر، حتى الغلمان يتمنون نصرتك، لكن إلك مكافأة مني، اذهب فأنت حر لوجه الله. قال له لا يا حبيب أنا ما أريد الحرية، أنا عندي سؤال، هل نصرة الحسين على الأحرار دون العبيد؟ قال له لا هي عامة للكل. قال له عجل، إذا تريد تحبني وتريد تكافئني ارفقني معك، أريد أروح أنصر الحسين، أريد أذهب إلى نصرة أبي عبد الله. أخذه معه وانطلقوا جميعا نحو أرض كربلاء. صار الصباح وإذا بالحسين جالس في الخيمة مع أصحابه يحدثهم ببطولات أمير المؤمنين،
وإذا بغبرة ثائرة من جهة الكوفة. التفت الحسين إلى أصحابه والتفت إلى إخوته، أخي عباس ابن أخي قاسم ولدي علي فلان فلان، قوموا واستقبلوا عمنا حبيب. ما حال ذيك الشمايل يوم طب الكر، ما حال ذيك الشمايل يوم طب الكر، طلع عباس البطل باولاد اخوي استقبل. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقلها، وصل مستبشر لابو سكنة وتناول رايت، وجاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال، وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال، صاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال، حيتي بحسن تحية وسر قلبها ابن أخوته. صاح زينب يا الذي من قبل كنت مدللة، تروح شيعتكم طبق فوق الصعيد مجدلة، أرواحنا تطلع ولا ترك بينا قمها الزلة، فدوى الحسين الشهيد تروح كل شيعته. أحسن الله لكم العزاء، ارتفع صوت الحاضرين في استقبال حبيب، حتى جاء حبيب لاستقبال الحسين، خرج إليه أبو عبد الله إلى باب الخيمة، هوى حبيب على الأرض يقبل يدي أبي عبد الله ورجله. وتصور ترى حبيب ما كان شباب ولا كان كهل، كان شيبة كبير، شيخ الأنصار، تصور شيبة وجاي يزحف على التراب يسلم على الحسين وقبل يده. خل في ذهنك عمر حبيب، عمر حبيب شلون كان وهو يستقبل مولاه الحسين مع كبر سنه وبياض لحيته. استقبله الحسين حتى ارتفعت الأصوات، هذا يرحب به وهذا يحييه، وصل الصوت إلى النساء. زينب نادت على علي، ولدي علي الأكبر، جاء إليها علي، عم زينب ماذا تريدين؟ قالت ولدي أسمع أصوات من جهة من جهة خيمة الحسين أخي، وأنا خايفة عليه، ما الخاطب؟ قال لا لا، هذا حبيب، عمنا حبيب. قالت الله أكبر، حبيب وصل، هذا صاحب والدي، اقرأه السلام، قل لعمتي زينب تسلم عليك. ذهب علي الأكبر هوى إلى حبيب، سره في أذنه سوار، قال لعمتي زينب تسلم عليك. حبيب سامع باسم زينب أخذ التراب، صار يحثو على رأسه، يحثو على رأسه، يحثو على رأسه، من أنا ومن أكون تسلم علي زينب؟ أنا تسلم علي زينب؟ لكن سيدي يا أبا عبد الله تأذن لي أروح أرد السلام؟ قال تفضل روح. ذهب حبيب نحو زينب، وقف على هيئة العرب مطاطي برأسي إلى الأرض، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، السلام عليك سيدتي زينب، آه اللي وجدك يا زينب، آه لوجدك يا زينب، يوم تحملين على جمل أعجف بغير غطاء ولا وطاء. ردت عليه السلام ثم رجع نحو الحسين وتناول حبيب العلام من كف الشفية، وهز بيمينه وصاح طابت للمني،
أنا عايف حياتي والوطن لجلك يا صندل تشهد صناديد الحرب عندي الحرب عين موت بمعزة ولا نعيش بطاعتي زي يا ابن النبي طاعتك فرض علي نصر ابن نبيهم طوبى لهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، اقض حاجة كل محتاج. من سألنا الدعاء إلى مرضاهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتانا موتاكم، من مات على الإيمان، موت المؤسسين والحاضرين، ومن مضى من هذا الجمع، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.